سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. تفعيل اختيار السبب قبل الاتصال على تطبيقكم تروكولار. نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المكالمات. من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تحديد السبب. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافق. وهنا يمكنك تحديد السبب الوحيد. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.